شكرا لكم على الاستضافة وعلى قبول الدعوة. معكم موقع أخبار ستاد، كنشكركم على تلبية الدعوة على الرغم من الأجندة ديالكم اللي عارفين وبينه عامر وبينه عندكم مجموعة ديال المشاغل في الدخول الجامعي ديال موسم 2022. بغينا لك ممكن في إطار مواكبتنا كموقع الدخول الجامعي، بغينا لك ممكن تعطونا النبذة على المؤسسة الطلبة الدخول الجامعي ديال 2022. إذا شكرا لكم. أولا أنتم موقع أخبار ستات كما قلت، أتمنى أن تكون أخبار ستات أخبار يمن وبركة، وأن تكون أخبارا جيدة بالنسبة لمدينة ستات. أتحدث هنا عن الأخبار يعني بشكل عام. بالنسبة لكلية العلوم القانونية والسياسية، بطبيعة الحال هي تنضوي تحت لواء جامعة الحسن الأول، والجامعة كما نعرف هي صورة عن المجتمع. بطبيعة الحال جامعة الحسن الأول هي صورة عن مدينة ستات، المدينة التي تستوطن فيها هذه الجامعة. إذن بالنسبة لنا نحن في كلية العلوم القانونية والسياسية بالنسبة لهذا الموسم الجامعي 2022-2023، فسنتحدث عن مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا التسجيل الجامعي أو الدخول الجامعي، بدءا بعملية التسجيل. بالنسبة لعملية التسجيل، انطلق التسجيل القبلي منذ 29 من شهر يوليو إلى 1 شتنبر، أي يعني قرابة شهر. كان التسجيل القبلي، كان تقريبا يعني تجاوز 5000 طالب وطالبة. هذا أتحدث هنا عن الطالب الجدد. ففتحنا التسجيل الإداري يوم 2 شتنبر إلى حدود يعني 9 من شهر شتنبر. بعد ذلك فتحنا فترة استثنائية، طبعا لأن هناك مجموعة من الطلبة ربما لظروف معينة لم يتمكنوا من تسجيل يعني عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. فتحنا فترة استثنائية في انتهت يوم 12 شتنبر. الآن كما أشرت يعني مجموع الطلبة والطالبات سيتجاوز 5000 طالب وطالبة، دائما أتحدث هنا عن الطلبة الجدد. بطبيعة الحال بالنسبة إذا أضفنا هذا العدد إلى يعني الأعداد الطلبة القدامى فقرابة 30000 طالب. إذا يعني العدد هو كبير، ولهذا سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن تتم ليس فقط عملية التسجيل، الحمد لله الآن تم يعني مرت وتمر في ظروف جيدة، يعني تجاوزنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التسجيل القبلي، بعد ذلك جاءت مرحلة التسجيل الإداري أو التسجيل يعني الفعلي، الآن نحن في عملية تحضير يعني البطائق والوثائق يعني الخاصة بالطلبة والتي سننتهي منها يعني قريبا. ثم هناك هذا بالنسبة لسلك الإجازة. بالنسبة لسلك الماستر، سلك الماستر أيضا يعني لدينا مجموعة من التكوينات التي ستستقطب حوالي 300 طالب وطالبة في 8 ديال التخصصات. إذا لدي هنا مجموعة من التخصصات، هناك القانون العام المعمق، هناك المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، القانون الجنائي والعلوم الجنائية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى يعني تتوزع بين القانون العام والقانون الخاص، وكذلك بين القسم العربي والقسم الفرنسي. الجديد هذه السنة بالنسبة لسلك الماستر هو أننا سنعمل بما يسمى بالتوقيت الميسر، لوطون أميناجي. هذه أول مرة هذا التكوين الذي سيكون موجها للموظفين سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. إذا هذا بالنسبة للتسجيل في سلك الإجازة وسلك الماستر. هناك مسألة أخرى أيضا، وهي أننا سنقوم بتنظيم أيام إدماج طالب يعني في الأيام القريبة. مسألة أخرى دائما في إطار يعني العمل على تيسير عمل الأساتذة،
السيدات والسادة الأساتذة، وكذلك من أجل تمكين طالب من الوثائق الضرورية في الآجال المحددة والمعقولة، فعملنا هذه السنة على وضع برمجة سنوية تم عرضها الأسبوع الماضي على مجلس المؤسسة، مجلس الكلية الذي صادق على هذه البرمجة. هذه البرمجة كما قلت التي ستمكننا من تمكين الطلبة والطالبات من وثائقهم كما أشرت، يعني في الوقت المحدد، كذلك تمكين السيدات والسادة الأساتذة من الاشتغال في ظروف يعني مريحة، وكذلك حتى تسليم نقاط يعني المواد الدورة الربيعية أو نقاط البحوث يعني في الوقت المحدد. هذا أيضا سيمكننا من تنظيم حفل التخرج الذي وضعنا له تاريخ 20 يوليو 2023. إذا بالإضافة لهذه المسألة، مسألة يعني ضبط البرمجة السنوية أو الأجندة السنوية، هناك مسألة أخرى أيضا اشتغلنا عليها، وهي تحيين القوانين الداخلية للمؤسسة، سواء القانون الداخلي للمؤسسة أو القانون الداخلي لمجلس المؤسسة. الآن المشروع هو عند السيدات والسادة أعضاء مجلس الكلية، وستتم يعني دراسته والتصديق عليه في يعني الاجتماعات المقبلة لمجلس الكلية. إذن كذلك من أجل تيسير يعني العمل داخل المؤسسة، وخاصة فيما يتعلق بعملية التوجيه والإرشاد، فارتأينا أن يكون هناك مكتب خاص بالتوجيه والإرشاد. التوجيه والإرشاد بطبيعة الحال بالنسبة لكل مرتفقين الذين بطبيعة الحال لديهم حاجيات يعني داخل المؤسسة، سواء طالب أو بالنسبة لشركائنا الذين نتعامل معهم يعني في مجموعة من الأمور. إذن هذه أيضا من الأمور المستجدة التي سنعتمدها لنشتغل عليها في يعني بداية هذا الموسم الجامعي، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أننا سننظم الدرس الافتتاحي شهر أكتوبر إن شاء الله، وهذا من شأنه أن يعطي إشعاعا للمؤسسة، الإشعاع الذي تستحقه المؤسسة وبطبيعة الحال، والذي من خلاله سنعمل على إبراز الوجه المشرق لكلية العلوم القانونية والسياسية، ومنها الجامعة بطبيعة الحال والمدينة كما أشرت في بداية اللقاء. الجامعة هي صورة للمجتمع، هي صورة للمدينة التي تحتضن هذه الجامعة أو هذه المؤسسات الجامعية. أكيد أستاذة، شكرا جزيلا على التوضيحات. إذا كان ممكن بالنسبة في المداخلة ديالكم الماستر، هناك جديد في الماستر أنه التوقيت الميسر كما قلتم، وقلتم في الكلمة ديالتكم بأنه يستهدف الموظفين. نعم. هل هذا نوع من التكوين المستمر او لا تكوين عادي؟ يعني حين غيكون التساؤلات تقدر تكون عند هو ليس تكوينا مستمرا، ولكن هو تكوين سيلجه الموظفون بنفس الشروط التي يعني المعتمده بالنسبه للتكوين الاساسي العادي، كذلك حتى بالنسبه للطاقه الاستيعابيه. مثلا لدينا هذا التكوين، هذا الماستر مفتوح في وجه مثلا 30 طاقة الاستيعابية ديالو، هو يا 30 طالب وطالبة. إذا نفس الشيء بالنسبة للتوقيت الميسر، هو نفس الطاقم البيداغوجي الذي سيدرس في الـ في الـ في الـ يعني في الماستر الأساسي، هو نفسه الذي سيدرس بالنسبة للتوقيت الميسر. نفس الطاقم البيداغوجي، نفس المواد، نفس الامتحان، يعني عملية التقييم هي ذاتها أيضا كذلك نفس العدد، بحيث أنه لا يمكن أن يكون العدد مثلا محددا في 30 طالب وطالبة بالنسبة للتوقيت بالنسبة للتكوين الأساسي و 50 طالب بالنسبة للتوقيت الميسر، لا أبدا. إذن هناك مجموعة من الشروط الموضوعة طبيعة الحال، الشروط التي تمت المصادقة عليها داخل المجلس الجامعة وكذلك داخل اللجنة البيداغوجية التابعة لمجلس الجامعة. إذن هذا فقط كما قلت يعني هو سميته التوقيت الميسر، فقط انه ستكون الدراسه في الاوقات يعني التي سيكون بامكان
الطلبة والطالبات الموظفين والموظفات يعني الاستفادة من هذا التكوين، مثلا الجمعة، مثلا بعد الساعة الرابعة مساء أو يوم السبت والأحد فقط، هذا هو الاختلاف. أما هو ماشي هو يعني ماشي هو التوقيت التكوين المستمر. شكرا. نقطة أخرى أستاذة إذا كان ممكن، قلتم بأنه العدد ديال الإجمالي ديال الطلبة في كلية العلوم القانونية والسياسية يتجاوز 30,000 طالب. نعم. وطالبة، هناك تحدي ديال العدد ديال الأساتذة المؤطرين، هناك تحدي ديال الإداري. نعم. الطاقم الإداري، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات هذه؟ أولا الرهان هو حقيقي، ولكن هي مناسبة لأشكر كل الأطر الإدارية على المجهود الذي قاموا ويقومون به، على الأقل أتحدث هنا منذ التحاقي بهذه المؤسسة، وبطبيعة الحال أكيد أنهم يعني حتى في الفترات السابقة كانوا يبذلون يعني قصارى جهدهم، لأن كما قلت يعني العدد كبير جدا، وهذا إذا قارناه بالعدد يعني الموظفين وعدد قليل جدا لا يتجاوز 29 يعني موظف وموظفة، عدد الأساتذة أيضا يعني قليل جدا مقارنة مع عدد الطلبة، ولكن كما قلت هي فرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة الأطر الإدارية، وكذلك السيدات والسادة الأساتذة الذين يبذلون قصارى جهدهم، لأنه العملية ليست سهلة. فكنا نتصل بالسيدات والسادة الأساتذة حتى في يعني أكاد أجزم أن لا أحد استفاد من العطلة في هذه السنة، على الأقل هذه السنة الموسم الجامعي، وربما كان موسما استثنائيا لأن يعني بفعل جائحة كوفيد 19 يعني كانت بداية الموسم الجامعي شهر أكتوبر، ولهذا فاشتغلنا حتى في شهر غشت، والأساتذة بالنسبة يعني الإجابة على مجموعة من طلبات يعني الطلبة، فبقت عملية الاشتغال حتى في شهر غشت، كنا نتصل بالسيدات والسادة الأساتذة بشكل يعني دائم وبشكل مستمر، حتى بالنسبة للإداريين فمنهم من لم يستفيد من العطلة السنوية، وكما قلت يعني الرهان ما زال قائما، ولكن بالإرادة بإرادة الجميع وبتكتل الجميع أكيد أننا سنتحدى كل الصعاب وسنصل إلى المبتغى. ما هو المبتغى؟ وهو أن يحس الطالب بنوع من الارتياح، كذلك أن يستفيد من المعارف الضرورية واللازمة سواء في المدرجات أو في القاعات المكتبة أو بالنسبة للتأطير، كذلك الأستاذ والأستاذة برغم هذه الضغوطات، فنحن نعرف على أن هناك دائما تضحيات من طرف الأساتذة، والأساتذة والأستاذات هم يعرفون على أننا الآن يعني بدأنا مرحلة جديدة على الأقل على المستوى التسيير الإداري، وأكيد أنهم سينخرطون وسينخرطنا بالإيجابية المعهودة فيهم وفيهن. إذن بتكتل الجميع سنتحدى أكيد الصعاب. أكيد أستاذات، ويعني شكرا لكم مرة أخرى. قط واحد النقطة. مرحبا. اللي كان عارفوا بأن كلية العلوم القانونية والسياسية المقر ديالها هو هذا الفضاء اللي احنا فيه، مجموعة ديال المدرجات، مجموعة ديال القاعات، ويتقاسم هذا الفضاء مع 5 ديال المؤسسات الجامعية أخرى. نعم. فهذا إكراه آخر وغريب، اللي غريب هو انعدام رؤية. نعم. حيت معك واحد الكاري وما عرفتيش امتى غادي يخرج. معكم كليه الاقتصاد. نعم. قريب بدات الاشغال ديال البناء ديالها. نعم. كليه اللغات مازال ما كاينش لا اشغال لا دراسه. كليه علوم التربيه غتكون عندكم حتى هي هنايا. نعم. جزء من مؤسسه اخرى حتى هو عندكم. نعم. هنا واش ماشي هذا الشيء كثير او صدرنا رحب. صدرنا رحب. 5 المؤسسات مرحبا بهم. مرحبا بالطلبة، لأن العلم ما يمكنش نتكلموا عليه بالجدران. ما لا أبدا أبدا، قد نتقاسم هذا الفضاء برغم ضيقه من أجل أننا نخرج طلبة يعني بمستويات جيدة،
ليس فقط يعني على مستوى الدبلوم، ولكن نريد طالبا مواطنا، طالبا يعني بالإضافة إلى تملك العلم والمعرفة، نريد بناء الغد انطلاقا من خريجينا من الطلبة والطالبات. إذن ما يمكنش أنه يكون عندنا فضاء ونقول على أنه سنحتكر هذا الفضاء لنا فقط. هنا أيضا أتحدث عن تضحيات السيدات والسادة الأساتذة الأفاضل، ومرة أخرى أشكرهم وأشكرهن، لأننا الآن نحن سنشتغل 3 أيام في الأسبوع، الاثنين ويوم الاثنين والأربعاء وكذلك الجمعة، على أن نترك الأيام الأخرى لضيوفنا الكرام. إذا مرحبا بهم، وإذا لم نتحلى بهذه الخصال فيعني ما يمكنش نكون، لا يمكن أن نقول على أننا نحن ندافع عن العلم ونسعى إلى ترسيخ العلم والمعرفة. إذا بطبيعة الحال إذا دخلنا في هذا يعني الحسابات فأعتقد أنا على أننا نترفع عنها، والأهم هو النتيجة. أهم هو أننا في نهاية السنة غنسمعوا بأننا نحن نظمنا حفل التخرج، الاقتصاد أيضا حفل التخرج، اللغات حفل التخرج، هذا في حد ذاته يعني يعتبر مكسبا مهما. كما قلت دائما في البداية، هذه واجهة المدينة وواجهة المغرب. أكيد أكيد. شكرا أستاذة بزاف. لا شكرا على الواجب. مرحبا، وفرصة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. شكرا لكم. مرحبا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.